ما يسمى بالسياسة ديال التجفيف، تجفيف منابع الإرهاب. منابع الإرهاب، إرهاب هذه سمية اللي هي عامة. إرهاب إرهاب إرهاب، شنو هو الإرهاب؟ محمد حاجب، مشيتي لأفغانستان باش تلتحق بالقاعدة في 2009، وفي الطريق في باكستان تدربتي على الكلاش والمتفجرات في معسكرات ديال القاعدة مع مجموعة ديال القياديين، وكانت عندك بطاقة تعريف باكستانية مزورة، والجروب اللي كنتي غادي تدخل معاه ديال الأذربيجانيين مات كله في غارة أمريكية، وعلقتي من الحدود، وفي الطريق شدوك الباكستانيين بديك الأوراق المزورة وبداو كيحقوا معك ونكرتي كل شيء. كان ما عرفتش نطرات ما اللي سمعنا احنا يا أنه كان شي تفجير في شي مكان، انا تم الاعتقال ديالي في اطار واحد الحمله كانت في باكستان. تم الاعتقال ديالي في باكستان سنه 2009. نعاودوا عاوتاني الكلام، نجاوب مرورا الاخوان باش ندوز للاسئله الاخرى. تديت في باكستان بسبب مشاكل في الإقامة في باكستان، وقالت كتكذب على عباد الله، وقالت كترون، اتقي الله صاحبي ورجع الله، وانت كانت عندك النية مسبقة انك تمشي تقتل. وباش ما يصدعوش راسهم معك رحلوك بتنسيق مع الخارجية الألمانية، ومنين جيتي الألمانية ما خلوكش تدخل، وهذا هو الخطأ اللي ارتكبه الألمان، وبنيتي عليه انت الفيلم ديال التعويض، ورغموك تمشي للمغرب، وتما في المغرب كان مبحوث عليك من قبل، لان السكان تيفلتوا الخميسات وما جاوراهم كلهم كانوا عارفينك مشيتي تجاهد في افغانستان، وتحكمتي بالقانون، ومنين دخلتي للحبس رونتي لانك ترابي ديال القاعده، ومنين خرجتي مشيتي لالمانيا وديتي معك تصاور ديال ظهرك فيه الاثار ديال السواك، وقلتي ليهم المغرب فيه التعذيب. وكان المقصود عندنا هو الافراج والخروج من السجن، كان كل واحد واشنو كيدبر، كاين اللي كان كيدبر السواك باش يترجع على ظهره ويصور ويلوح في اليوتيوب، كاين اللي كيدبر الصابون البلدي، كاين اللي كيدبر كيحك ظهره في الحيط، كاين اللي كيضرب راسه، وكلنا كنصوروا ونلوحوا في اليوتيوب على اساس اننا عذبونا، وراه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذا كلشي كذوب. كتدعي الاسلام والصدق وانت كتعلم ولدك الكذوب، دابا كتظن ان ولدك عمر اللي كان عارفك مشيتي تجاهد في افغانستان وكنتي غادي تديه معك، كتظن انه كيحترمك وهو كيشوف كل نهار كتكذب، واش هكذا غتربي ولدك؟ ولكن راه كيف ما كيقولوا الناس المغاربه الحرار، داك العويد من ديك الشجره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.